بقول لك ايه يا عمر، كنت عايزه اسالك كده على بنت في المنطقه عندكم اسمها حسنين. يعني ماما كانت مقترحه لي كده كعروسه، فقلت هسال عليها صحابي يعني. فانا عايزك كده تقلب لي الدنيا كده وتعرف لي اخبارها ايه. حسنين حسنين، مفيش الا حسنين واحده في المنطقه، بنت عمك ابراهيم البقال. يا عم بلاش السكه دي خالص، وانصحك يعني ابعد عن الناس دي. يا ساتر يا رب، مالهم يا عم الناس دول؟ ولا ايه حكايتهم؟ ابوها مش كويس ولا البنت اللي مش كويسه ولا ايه قصتهم بالظبط؟ لا يا عم، ابوها راجل غلبان خالص وعلى نياته، عمرنا ما سمعنا كلمة عنه. بس البت اللي مش مظبوطة كده وسايبة على حل شعرها، بتيجي كل يوم متأخر بالليل كده، بقالها شهر كده ولا حاجة، واحنا بصراحة كده يعني بقينا ايه نسمع عنها كلام مش كويس. لو على ايه يا عم اجيب لي نفس وجع الدماغ؟ بلاها السكة دي خالص، اكيد تلاقي البت دي مش كويسة ولا حاجة. ايه يا حبيبي، عملت ايه في موضوع العروسة اللي قلت لك عليه؟ قلت لي انت هتسأل اصحابك كده وهتلف الدنيا، رغم ان انا واثقه ان البنت دي محترمه جدا، بس صاحبتي في الشغل هي اللي اقترحتها لي وواثقه منها 1000000%. حسناء يا ماما، جيب لي سيره البنت دي تاني، ده طلعت بنت مش كويسه خالص، وصحابي قالوا لي عليها كلام انت ما تعرفوش. اسكتي يا ماما، بس اسكتي انت. مش كويسه ازاي يا ابني؟ ده صاحبتي مأكدة لي ان هي بنت محترمه وبنت ناس طيبين جدا، وعمر ما حد سمع عنها كلمه مش كويسه. مين قال لك الكلام ده؟ سألت عمر صاحبي يا ستي، وقال لي بلاوي عنها بلاوي يا ماما. خلاص بلاها حسنية، في بنت تانية أمورة اسمها سمر، دفعة أسماء أختك، ممكن برضو تسأل عليها كده صحابك يعني، ولما تتأكد كده ان هي كويسة نروح نخطبها لك. خلاص يا ماما، انا هقابل عمر صاحبي برضو من بكرة في الشغل ان شاء الله، وهقول له على اسمها واسم باباها، وهخليه كده يجي يبحث لي عنها كده ويجيب لي معلومات عنها. ما انت عارفة بقى عمر عارف كل البنات البلد، لكن انا طبعا مش عارف حاجة. ما انت عارفين. ازيك يا عمر، عامل ايه يا ابني؟ قلب عليك الشركة من الصبح، عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ خير يا رب. هسألك على العروسة يا عم، ماما مش سايباني في حالي ومصممة ان انا اخطب، بتقول لي خلاص القطر هيفوتك، وعلى سن انا بنت كده وخلاص يعني، مصممة بصراحة ان انا اخطب يعني. على الله تكون عروسة عادلة، مش زي الحسناء اللي انت كنت جايباها، البت اللي مش كويسة بتاعت المرة اللي فاتت دي. مين بقى المرة دي اللي هسألك عنها، ولا عايز نعرف لك معلومات عنها؟ بنت اسمها سمر كده، دفعة اسماء اختي في سنة رابعة اداب. انت طبعا يعني ما بتخرجش من كلية آداب، فانت اكيد عارف كل بنات البلد اللي في كلية آداب. انا عايزك بقى تعرف لي برضو البنت دي سلوكها عامل ايه، وعارفة صبيان ولا مش عارفة، وبتكلم ولاد ولا لا. انا عايزك بقى تعرف لي عنها ايه بقى، بص تفاصيل التفاصيل. برضو يا ابني برضو انت ما بتحرمش دايما بتاع في البنات اللي مش كويسة كده يا ابني. البنت دي انا مقضياها كده مع صبيان الدفعة كلها. يا ده الحظ المنيل، وانت عرفت منين يا عم يا ابو العريف؟ انت من غير ما تروح تسأل كده بتقول لي، وانت عارف المعلومات دي كلها منين إيه؟ يا عم بقول لك انا عارف اخبار البنات كلها، انت بس تعالى اسالني انا كده على اي بنت وانا اقول لك عنها كل حاجه. السكه دي بلاش، دورك على واحده تالته بقى. ازاي يعني انا مش عارف اوعى في بنت كويسه لحد دلوقتي؟ ما هقولها كده كل بنات البلد مش كويسين؟ ما هقولها كل بنت اسال عليها كده الاقي لها ماضي مش كويس، ولا اهلها مش كويسين، ولا اسمع عنها صوره مش كويسه؟ اكيد هلاقي بنت كويسه. مالك يا استاذ ايمن، شايفك سرحان كده عمال تتكلم في نفسك، ايه اللي شاغل بالك كده، ولا ايه اللي مضايقك كده؟ قولي. والله يا استاذ محمد الواحد احتار، كنت بدور على عروسه، كل ما ماما تجيب لي واحده واسال عليها حد من صحابي، اللي يقول لي مش كويسه، واللي يقول لي ده مش محترمه، واللي يقول لي ده بتيجي نص الليل، واللي يقول لي ده بتكلم شباب نص شباب البلد. بصراحه والله الواحد احتار، وحاسس ان ما عادش فيه ولا بنت كويسه في الزمن ده. صحيح يا استاذ ايمن، ما عادش في امان، والبنات كلها بقت ماشيه على حل شعرها. بس خد بالك صوابعك مش زي بعضها، وزي ما في بنات كتير مش كويسه، في بنات اكتر واكتر بنات محترمه وولاد ناس ومتربين على الاصول والاحترام والادب. واكيد هتلاقي بنت الحلال اللي تصونك وتحفظ اسمك وتصون بيتك في غيابك، بس انت دور كويس. يا استاذ محمد ايدي على كتفك، يا ريت بس تعرف اعطر على عروسه من العرايس اللي انت بتقول عليهم، من البنات المحترمين ولاد الاصول دول. عروستك عندي يا سيدي، عندي بنوته اموره كده ومحترمه، واكيد انت عارفني اسمها اسلي، وانا عايزك تفكر كده وتاخد وقتك، وبعد كده تشرفني في البيت. يا استاذ محمد، يعني انت عندك عروسه كل ده وسايبني محتار؟ اكيد انا جيلي الشرف كده ان انا اناسبك طبعا، واكيد هشرفك في البيت انا وبابا وماما. تعالى يا عمر افرح، مش اخيرا لقيت عروسه؟ لا وايه بقى، واثق من اهلها 1000000%،
بس بصراحة لسه ما شفتهاش. ياه اخيرا. طب مين بقى سعاده الحظ دي؟ بنت الاستاذ محمد اللي في الحسابات هنا لو تعرف. كنت قاعد مستني الاتوبيس انا وهو كده، والموضوع الكلام جاب بعضه يعني، وقال لي ان هو عنده بنت كده محترمه وكويسه وهتعجبني قوي، بس لسه هنروح انا وبابا وماما علشان نشوفها. ما بلاش يا ابني، ما بلاش السكه دي، انا اسمع على البنات الراجل ده انهم مش محترمين، وعمر ما سمعت حد اصلا اتقدم لهم ولا اي حد دخل بيتهم، اكيد فيهم عيب ولا اكيد معيوبين ولا فيهم حاجه مش كويسه. بلاش، وبعدين هو في راجل يعرض بناته للجواز؟ يعني ما تعقلها كده، روح قول له في وشه انا سمعت ان بنتك دي مش كويسه ما تتكسفش، وابنه كان عايز يلبسك بطيخه قرعه ولا ايه؟ طب وطي صوتك بس لحد يسمعنا، ولا يروح يقول له ولا حاجه. انت عرفت الكلام ده كله منين يا ابني؟ انا وبلا فخر ما فيش بنت ما اعرفش عنها اي حاجه، انت بس اي بنت كده عايز تعرف عنها اي معلومه تيجي تسالني، انت بس روح قول الكلمتين دول للراجل في وشه زي ما هو كان مستنيك في بيته، تروح وتقول له كده في وشه انا مش هتجوز بنتك دي، انت كنت عايز تلبسها لي كده وشوفها حد تاني تلبسه الشيله بتاعتك دي. اهلا اهلا يا استاذ ايمن، انت نورتنا خالص. امال فين الوالد والوالده، ما جوش معاك ليه؟ بص يا استاذ محمد، والله انا يعني كان نفسي اجيبهم معايا، وكان نفسي بجد اناسبك، وانت من الناس المحترمه اللي اتعاملت معاها في الشركه، وعمري ما سمعت عنك كلمه مش كويسه، بس للاسف يعني انا سمعت كلام كده مش كويس عن بنتك، يعني ان هي مش محترمه يعني، وان انت من الاخر كده بتلبسني يعني شيله كده معيوبه ولا فيها حاجه، يعني بصراحه شككتني في امري. كل الكلام ده على بنتنا؟ انت متاكد ان انت سالت على بنتنا؟ متأكد اللي انت سألته ده واحد يعرفني؟ للأسف اه، حد يعرفك جدا جدا ومن سنين كمان، ولو مش واثق في كلامه 1000000% انا ما كنتش جيت قلت لك الكلام ده. طب اذا كان كده انا مش همشيك قبل ما ناديلك بنت عشان تقول لها الكلام ده في وشها، عشان انا لو قلت لها ان حد بيقول عليك الكلام ده عمرها ما هتصدقني. خليني بس انادي عليها. يا اسلام يا اسلام. لا لا يا استاذ محمد، ما فيش داعي للاحراج، ما فيش داعي تحرجها قدامي وتكسفها قدامي. نعم يا بابا، في حاجه؟ هي دي اسلام؟ اه يا استاذ ايمن، ده ابني اسلام. انا اصلا ما عنديش بنات، ربنا ما رزقنيش ببنات يا سيدي، عندي 4 صبيان، وده اسلام ابني الاخير. شفت بقى، اهي بنتي اللي مش موجوده طلعت معيوبه، والناس قالوا عليها كلام رغم انها مش موجوده. ما تمشيش بقى ورا كلام الناس، واستفتي قلبك يفتيك. وليه اصلا تسأل الناس لما انت ممكن تسأل رب الناس؟ انت ممكن تستخير ربنا، ولو الطريق ده كويس ربنا هيدلك ليه، وهتقوم مرتاح البال. وبعدين يعني ما تنساش ان السيدة عائشة بجلالة قدرها كده برضو ما خلتش من كلام الناس، وبرضو وقعت في الفتنة دي من كلام الناس. ولو كل واحد عرف ان اي كلمة هيقولها على بنات الناس هتتردله في اعز حاجة عنده، كان حاسب على كلامه، كان فكر في كل كلمة تقال على اي بنت. ولو عرف ان داين تدان، وان ربنا لازم ياخد حق كل واحد كده في الدنيا، كان فكر 1000000% او 1000000 مرة قبل ما يقول كلام على حد. والله انا مش عارف ادارك صفي منك يا استاذ محمد، بس بصراحة انا اتعلمت درس منك كويس جداً، وعمري ما كنت هتعلمه ابدا لو انت ما كنتش حطيتني في الموقف ده. بصراحه انا خلاص كده اتعلمت، وعرفت ان انا عمري ما امشي ورا كلام الناس، لان كلام الناس بجد هو اللي هيضيعنا، وهو اللي هيشككنا في بعض، وهو اللي هيكرهنا في بعض. اتمنى تكون القصه عجبتكم، ولو عجبتكم فعلا وحسيتوا ان هي فادتكم بمعلومه واحده بس في حياتكم، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه، علشان لو نزلنا اي قصه جديده تكونوا اول حد شايفها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان تشوفوا برضو كل الجديد عندنا، ويا ريت يعني ما تبخلوش علينا باللايك الجميل بتاعكم.